الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية اليابان التعاون الثنائي والقضايا المشتركة، ويؤكد حرصه على الاستفادة من تجربة طوكيو المميزة في مجال التعليم. أمام نظرائه العرب، شكري يرفض المساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس، ويشيد بأداء الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة السودانية. من كييف، بلينكين يؤكد دعم واشنطن لأوكرانيا في هجومها المضاد، والكرملين يؤكد أن الدعم الأمريكي لن يغير مسار العملية العسكرية. 3:00 مساء بتوقيت القاهرة، 12:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، منوها إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. من جانبه، نقل وزير الخارجية الياباني إلى السيد الرئيس تحياتي وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيرا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيدا بما حققته مصر على الصعيد التنموي بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب السيد الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضري والثقافي بين البلدين الصديقين. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشاً بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء. كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة. وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي والحفاظ على وحدة وتماسك الدول بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها. كما تم التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة. وأكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.
أكد وزير الخارجية سماح شكري أن الجامعة العربية أكدت أن المساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس أو المسجد الأقصى هو أمر مرفوض. وخلال فعاليات اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة، شدد شكري على دعم حل القضية الفلسطينية بناء على الشرعية الدولية من خلال تأسيس الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عاصمتها القدس الشرقية. وتحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها. وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وأكدنا ولا نزال إن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين. وحول الأزمة في السودان، أشاد وزير الخارجية سامح شكري بأداء الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة السودانية عبر عدة جلسات وضعت إطارا عربيا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله ومنع التدخل في شؤونه. لقد تفاعلت الجامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين مع الأزمة السودانية التي اندلعت في شهر إبريل الماضي، فتم عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 إبريل 2023. تلا اجتماع تحضيري يوم 1 مايو 2023 أعقبه أعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو 2023، والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة ووضعت إطاراً لآلية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق جهودنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله. وحول سد النهضة الإثيوبية، أكد وزير الخارجية سماح شكري أن مصر تتطلع لاستمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بتلك القضية. وأعرب شكري عن رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع، خاصة وأن مصر ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة. استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و 28 أغسطس، تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم وجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث. كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة. ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع. وفي أعقاب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته الرئاسة المصرية للدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية، وأكد أن بلاده ستدعم العمل العربي المشترك لتحقيق الرؤى المشتركة وعلى رأسها التنمية المستدامة من خلال تحقيق العديد من الشراكات. وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتضافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة الشاملة.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكثيف العمل العربي على كافة الأصعدة، وأضاف أبو الغيط أن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية تمثل أولوية متقدمة على أجندة دولنا جميعا. ولا شك أن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم ومنطقتنا بطبيعة الحال تمثل أولوية متقدمة على أجندة دولنا جميعاً، وأشير في هذا السياق إلى القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الخامسة، والتي ينتظر أن تستضيفها موريتانيا قبل نهاية العام أو بعدها قليلاً، تحت شعار الأمن الغذائي ضمان للسيادة، وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ضوء الاضطراب الواضح في سلاسل توريد الحبوب جراء الحرب في أوكرانيا، فضلا عن تهديدات أخرى خطيرة مثل الجفاف الذي ضرب دولة الصومال لأعوام متوالية. كان عدد من اللجان الوزارية قد عقد اجتماعات تحضيرية على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، حيث عقد وزراء الخارجية اجتماعا تشاوريا لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس. وشارك وزير الخارجية سامح شكري أيضا في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. كما عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس اجتماعا تحضيريا. وفي اجتماع للجنة الوزارية لدعم فلسطين دعت اللجنة إلى العمل مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي والمجموعات الإقليمية والدولية لحشد الدعم اللازم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وللمزيد حول أعمال الدورة 60 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الجامعة العربية والتي عقدت في مقر الجامعة في القاهرة، والتي ختمت فيها الدورة رقم 159 تحت رئاسة جمهورية مصر العربية، والتي ألقى الكلمة خلالها السيد الوزير وزير الخارجية المصرية سامح شكري، ألقى كلمة استعرض فيها أبرز الجهود التي حدثت والتي بذلت خلال فترة الدورة الماضية والتي بدأت منذ مارس من العام الجاري والتي انتهت وتسلمتها المملكة المغربية الشقيقة. ومن أبرز ما تحدث عنه السيد سامح شكري كان هو سرعة التفاعل مع القضايا العربية الإقليمية الملحة ذات الأهمية القصوى، ومن أبرزها القضية السودانية، والتي يعني دخل مجلس الجامعة العربية في خضم هذه الأزمة للوصول لحل عاجل وشامل لها منذ نحو 30 ساعة منذ اندلاعها في 16 من شهر أبريل الماضي بحضور مكثف لكافة الدول العربية. أيضا تحدث السيد سامح شكري عن التفاعل مع القضايا العربية الأخرى، ومن أبرزها القضية الفلسطينية ويعني الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وضد مقدرات الشعب الفلسطيني وضد الأراضي الفلسطينية، ودعا إلى ضرورة وقف هذا العدوان الممنهج ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بالقانون الدولي وبالمبادرة العربية وبما توصلت إليه الجهود الدولية لوقف النزاع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا الالتزام بحدود
أو الوصول إلى الدولة الفلسطينية في حدود عام 67، وأيضا من أبرز ما حدث خلال رئاسة مصر للدورة رقم 159 لمجلس جامعة الدول العربية كان هو عودة الشقيقة سوريا إلى البيت العربي، إلى جامعة الدول العربية، بعد فترة انقطاع بعد أو عقب الأحداث السورية التي استمرت لنحو عقد كامل من الزمان. وعقب كلمة السيد سامح شكري تولى أو أخذ الكلمة السيد وزير الخارجية المغربي، والذي أعرب عن سعادته وشكره أولا لجمهورية مصر العربية على جهودها في رئاستها للدورة السابقة لمجلس الجامعة، وأيضا أثنى على هذه الجهود وثمنها، وأعرب عن سعادته بتولي بلده المملكة المغربية الشقيقة لرئاسة الدورة رقم 160، والتي عبر عن سعادته أيضا خلال كلمته أمام السادة السفراء للدول العربية، أعرب عن سعادته البالغة بحصول مصر وانضمام مصر وانضمام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية إلى بريكس، وأعرب عن سعادته بهذا الأمر، وقال بأن له دلالات غاية في الأهمية، وأنه وإن دل فإنما يدل على قوة ومتانة الدول العربية واحتياج العالم لهذه الدول العربية لتكون صفا واحدا في مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ومواجهة التحديات العالمية. طبعا كان من أبرز الاجتماعات الجانبية التي حدثت قبل الاجتماع العام كان بخصوص فلسطين وبما يحدث في فلسطين، ومن أبرز ما تمت الدعوة إليه طبعا إلى يعني الوصول بفلسطين في الأمم المتحدة إلى عقد أو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وإلى الجلوس مع الدول التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية والوصول إلى حل شامل وعاجل للقضية الفلسطينية. إليكم الميكروفون. وصلت إلى بورت السودان أول رحلة لمصر للطيران، حيث كان في استقبالها كل من القنصل المصري وأعضاء البعثة المصرية ووالي ولاية البحر الأحمر ومدير مطار بورت السودان. وأكد القنصل المصري في بورت السودان أن الخط الملاحي الجوي يعد من الخطوط ذات الأهمية القصوى ضمن جهود الشركة الوطنية للطيران، مشيرا إلى أنه خط استراتيجي يربط أبناء الوطن الواحد وأبناء النيل. 856 رقم أول رحلة طيران بين القاهرة وبور السودان بعد استئناف حركة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية بالسودان على خلفية استقرار الأوضاع بها منذ توقف حركة الطيران المدني في إبريل الماضي، وعلى متنها 121 راكباً، وسط إجراءات لوجستية ميسرة وحفاوة استقبال فور وصولها مطار بور السودان. إن شاء الله هتبقى رحلة منتظمة في كذا رحلة أسبوعية إن شاء الله، بحيث أنها تساعد على التواصل الشعبي والأسري بين أهلنا هنا وأشقائنا في السودان وبين مصر وأشقائهم في مصر، وبالتالي إحنا يعني طبعا بنعتبر ده تواصل مستمر زي ما هو دايم موجود قبل كده، وإن شاء الله يعني يستمر في الفترة القادمة دي. وأعتقد أن حركة الطيران إن شاء الله هتساعد أشقائنا في السودان إن هم يوصلوا لكل أنحاء العالم من عن طريق مصر، وفي نفس الوقت يزوروا أسرهم اللي موجودين حاليا في مصر. بور السودان عشان نوصل لها محتاجة 3 أيام بالسفر، أما دلوقتي بنختصر المسافة في ساعتين زمن، ساعتين ونص. المسؤولون بالمطار أثنوا على تلك الخطوة الجادة من قبل السلطات المصرية بإنشاء خط جوي بين القاهرة وبور السودان بواقع رحلة يومية، بما يؤكد عمق الروابط بين البلدين ودور مصر المحوري بالمنطقة. يمكن وصول هذه الرحلة في رسالة لكل العالم لأن الوضع في السودان أصبح آمن ومستقر، أيضا في رسالة لأخوة في شركات الطيران العالمية تواصل انفتاح على السودان وأن الوضع آمن بنسبة 100%. في حوجة كبيرة جدا ضخمة للسفر بين السودان وبين مصر، الرحلة دي هي فاتحة خير، وأنا أعتقد أنه ما بعدها إن شاء الله رسالة لكل شركات الطيران
وانا كمان نشيد ونشكر اخواتنا في مصر واخواننا في الخطوط الجوية المصرية مصر للطيران، مبادرة عظيمة، ونتمنى انه رحلة تكون متواصلة ان شاء الله. الإخوة الأشقاء المسافرين عبروا عن سعادتهم البالغة للعودة إلى أرض الوطن والحفاوة التي وجدوها خلال رحلة السفر. يعني أول رحلة من القاهرة للسودان بعد 4 شهور، والحمد لله رحلة ممتعة، تعامل راقي وضيافة ما شاء الله الكرم يعني. تمام، مرتاحين والحمد لله، والرحلة كانت ممتعة وسريعة وكل الإجراءات سهلة. يا ممتازة جداً، وأتمنى الاستمرارية على نفس النهج. كانت سمحة، وكل الإقامة بتاعتنا كانت في مصر جميلة، وربنا يديم التعاون إن شاء الله بين البلدين. والحمد لله أي حاجة يعني طلبناها كانت في متناول يدنا، يعني في طيلة الفترة دي ما حسينا بغربة الحمد لله، وسي راجعين لأهلنا الحمد لله. الإجراءات كانت سهلة وكانت العملية سريعة، الناس كانوا متعاونين جدا تقريبا في الخطوط، يعني من مرحلة قطع التذاكر لحد ما احنا عملنا بوردينج، فلقينا مساعدة كثيرة صراحة. الإجراءات كان سهلة وممتازة جدا وصراحة سريعة، دي حاجة بتسهل على الناس كثير جدا وبتشجع باقي الخطوط انهم يحزوا حسب الخطوط المصرية ان شاء الله. كان الموضوع كله سهل جدا جدا وسريع جدا جدا، والحمد لله ما واجهتنا اي مشاكل. استئناف حركة الملاحة الجوية بين مصر والسودان، وبدأ أول رحلة بشكل يومي بين القاهرة وبورسودان، يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار بالدولة الشقيق ودورها المحوري بالقارة السمراء وبخاصة دول حوض النيل. من مطار بورسودان، محمد حلمي، التلفزيون المصري. انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم. ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصا في 31 تخصصا. وفي لقاء خاص أكد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعظيم المجلس القومي للسكان وتبعيته لمجلس الوزراء يؤكد أن القضية قضية وطن، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق حياة كريمة للمواطنين. يعني لعل واحدة من أهم النقاط هي التوجيهات التي وجه بها السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية بالأمس، والمتعلقة بتعظيم دور المجلس القومي للسكان لينتقل إلى مظلة رئاسة الوزراء ويجمع جميع الوزراء المعنيين، وده بيشير بوضوح إلى أن القضية السكانية هي قضية وطن، قضية مرتبطة بالجهاز التنفيذي للدولة في الوزارات، وكذلك مرتبطة بالمواطن ومرتبطة بالمجتمع المدني ومرتبطة بالقطاع الخاص، لأن القضية كما شرحها السيد الوزير بالأمس هي الزيادة السكانية غير المنظمة تلتهم كل ما تقدمه الدولة من إصلاحات، من تجهيزات، لأن الهدف للدولة هي الحياة الكريمة لمواطنيها كما قال السيد الرئيس، والحياة الكريمة تتحقق من خلال حالة من الكمال الصحي والبدني والنفسي والاجتماعي. وللمزيد حول فعاليات المؤتمر معنا من مقر انعقاده بالعاصمة الإدارية مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أطلعنا على أبرز ما تم من فعاليات اليوم في المؤتمر وأيضا ما هو المتوقع منه. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الثاني لهذا المؤتمر العالمي، عالمي هذا بإشادة كل من حضر اليوم في اليوم الثاني، حيث قالوا أن هذا هو المؤتمر الأهم عالميا فيما يتعلق ب
الصحة والسكان. اعتقد البعض أن هذا المؤتمر بأنه منعقد هنا في مصر سيتناول فقط بعض القضايا أو الزوايا المصرية، ولكن فوجئ الجميع بحضور من جميع أنحاء العالم، تناولت الزوايا كل المشاكل الخاصة بالصحة والسكان ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله بمشاركة المنظمات العالمية والمنظمات الدولية وأيضا بعض الحكومات المختلفة وممثلين الحكومات مثل وزراء الصحة ونواب وزراء الصحة في العديد من دول العالم شاركوا هنا سواء كانت عربية أو أوروبية أو آسيوية أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أهم ما تحدثوا عنهم اليوم في هذه الجلسات كانت الجلسة الخاصة بالتغيرات المناخية ومدى تأثير التغيرات المناخية على الصحة والسكان نظرا لتلوث الهواء على سبيل المثال لما يؤثره على الأمراض الصدرية ويؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان. تحدثوا أيضا عن عدد كبير من المتأثرين بسبب التغيرات المناخية خصوصا من أصحاب الأمراض المزمنة. أيضا كان هناك جلسة خاصة بصحة الأسرة والتعامل مع الأطفال وأيضا التوعية والتعليم الخاص بأهمية الزيادة السكانية ولكن بالقدر المطلوب. هناك بعض الدول تستطيع أن تتعامل مع الزيادة السكانية والتي تستفيد منها وهناك بعض الدول تتأثر بشكل سلبي من الزيادة السكانية. كان هناك نقاش كبير بين الدول وتبادل للخبرات حسب المتحدثين اليوم تحدثوا أن كانت فرصة كبيرة لتبادل الحلول المختلفة للتعامل مع الزيادة السكانية والاستفادة الأمثل منها. ليس فقط الزيادة السكانية ولكن أيضا كان هناك مصطلح اليوم هو الدبلوماسية العالمية وكيفية تعامل الدبلوماسية العالمية مع قضية الصحة والسكان وكيف أنها فرصة لجميع الدول والمنظمات للتعاون وطرح الأطروحات المختلفة والرؤى المختلفة للوصول لحلول جذرية على أرض الواقع. تم أيضا الاستعانة بأرقام حقيقية منها الزيادة المتوقعة في عام 2050 يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار وهذا رقم كبير عليهم أن يستعدوا له جميع الجهات والمنظمات العالمية التي شاركت. ولكن ليس فقط الاستعداد فيما يتعلق بعدد السكان ولكن أيضا قضية الأمن الغذائي والأمن المائي بما يؤثر بشكل مباشر أيضا على الصحة والسكان. لذلك كان هناك أيضا أطروحات للتعامل مع الأمن الغذائي والأمن المائي وخصوصا القضايا الخاصة بالقارة الإفريقية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي وأيضا التعامل مع فكرة كاب 27 وما خرجت به من صندوق الخسائر والتعويضات وأيضا مما سيؤثر بشكل مباشر على كاب 28 وكيف من الممكن التعامل مع الدول المتقدمة التي كان لها باع كبير في فكرة التعويضات الخاصة بالتغيرات المناخية وآلية مضاعفة هذه التعويضات للتعامل مع التغيرات المناخية مما أيضا يؤثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان. أيضا كان هناك تعامل مع فكرة التوعية والتعليم بوضع مناهج دراسية للتعامل مع قضية الصحة والسكان لتعليم الأطفال في حد ذاتهم أهمية الفرق بين الولادة والأخرى أن تضع نسبة معينة أو فترة معينة تقرب لألف يوم تقريبا كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. لذلك كانت هذه الفكرة لأيضا طرق جديدة للتوعية والتعليم عن طريق إما المدارس أو حتى عن طريق الفعاليات المختلفة لتنبيه المرأة وتنبيه الأسرة بشكل عام. وهذه من أهم المحاور التي تم مناقشتها اليوم. نعم أشكرك شكرا جزيلا كريم ببرس، كنت معنا من مقر انعقاد فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية. وإلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كييف في بادرة دعم مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة. وتستغرق زيارة بلينكين يومين حيث تعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يزور فيها أوكرانيا ومنذ اندلاع الأزمة في فبراير عام 2022. هذه المرة الرابعة التي أتواجد فيها في أوكرانيا منذ الأزمة في فبراير 2022 وأنا هنا أولا وقبل كل شيء
لإظهار دعمنا المستمر والحازم لأوكرانيا. لقد شهدنا تقدما جيدا في الهجوم المضاد، وهو أمر مشجع للغاية. نريد التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه ليس فقط للنجاح في الهجوم المضاد، ولكن لديها ما تحتاجه على المدى الطويل للتأكد أن لديها قوة ردع وقدرة دفاعية قوية، بحيث لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات مرة أخرى في المستقبل. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيعلن على الأرجح عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تلقت نحو 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات من شركائها وحلفائها منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في المقابل، انتقدت الرئاسة الروسية الكرملين زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف، واتهم الكرملين واشنطن بسعيها لإطالة أمد العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تهتم بحياة الجنود الأوكرانيين، مشددا على أن الدعم الأمريكي لكييف لن يغير مسار العملية العسكرية الروسية. أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني أن الجيش الروسي يحتفظ حاليا بحاملة صواريخ مجهزة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر في البحر الأسود. ذكرت القوات البحرية الأوكرانية أنه بالإضافة إلى ذلك تحتفظ روسيا بسفينة واحدة في مهمة قتالية في بحر أزوف وسفينتين في البحر الأبيض المتوسط. أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن الزعيمين أشارا إلى أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. كانت السعودية وروسيا قد أعلنتا تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق. وأضاف الكرملين أن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين دولتيهما في أوبك بلس. أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا أن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، وانخفضت الطلبيات بنسبة 11.7% على الشهر السابق على أساس معدل موسمي. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا قدره 4%. أعلنت المملكة المتحدة عن استثمار 64 مليون جنيه استرليني من أجل مكافحة أزمة المناخ في قارة أفريقيا. الاستثمارات البريطانية التي جرى الإعلان عنها خلال قمة المناخ المنعقد في كينيا حاليا تشمل مشروعات ستركز على مجالين أساسيين في مكافحة التغيرات المناخية. وترى حكومة المملكة المتحدة أن هذا التمويل يهدف إلى خلق فرص عمل وتنمية الاقتصادات وتحسين حياة المجتمعات المعرضة للخطر. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة
لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. الذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تنطلق غدا سدس جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية جلستين لمناقشة قضايا الصناعات الثقافية، خاصة في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، بينما تعقد لجنة الشباب جلستين لمناقشة موضوعات التمكين السياسي للشباب وآليات دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد جلسات خلال الأسبوع السادس لبحث عدد من القضايا خلال جلسات المحورين السياسي والاقتصادي. قال أستاذ الاقتصاد ورئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب حسين عيسى أنه تم مناقشة البحث عن بدائل لتخفيض الدين العام، من بينها توسيع قاعدة المجتمع الضريبي. أضاف حسين عيسى أنه تم طرح فكرة تسعير الخدمات لزيادة الإيرادات وتخفيض الدين العام. عشان نخفض عجز الموازنة قدامك سكتين، يا إما تخفض النفقات او تزود الايرادات. في الايرادات عندك مصدر اساسي وهو الضرائب، وده شيء طبيعي جدا في دوله تقوم على الاقتصاد الحر. المصدر الرئيسي لدخل الدوله هو الضرائب. عفوا، الضرائب احنا محتاجين توسيع قاعده المجتمع الضريبي. مش معنى ان انا مش مجرد ان ازود سعر الضريبه، لا بالعكس، انا ممكن اخفض سعر الضريبه، ولكن بدل ما يدفع الضريبه مليون واحد يدفع 2 مليون 3 مليون. الشمول المالي ان ما زال حصلت الضرائب بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 13% برغم النسبه العالميه من 20 ل 25%. انا طرحت فكره اخرى الحقيقه، وهي فكره تسعير الخدمات. هناك مئات الخدمات اللي بتقدمها الدوله، صحية، مجال الصحة، مجال التعليم، مجال النقل. الخدمة دي بتطرح بمقابل، هذا المقابل يجب أن يعكس تكلفة أداء الخدمة. شدد الخبير الاقتصادي وأمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب مصر أكتوبر محمد شعراوي على أهمية زيادة الاعتماد على الصناعات التحويلية لزيادة الإنتاج وبالتالي معالجة عجز الموازنة العامة للدولة. كما أكد شعراوي مناقشة جلسة الحوار زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، فضلا عن تطوير المنتج المحلي من أجل زيادة الصادرات وتحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة. العجز جاي نتيجة إن ارتفاع الإيرادات وارتفاع المصروفات وتقليل الإيرادات. نعم. طيب نقدر نحل هذه المشكلة إزاي؟ إن إحنا لازم نزود مخصص الصناعات التحويلية في الموازنة العامة للدولة. طب ليه؟ ده هيساعدنا على إنتاج، ندي فرص للاستثمار الأجنبي سواء كان استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر، وندي فرصة للاستثمار المحلي أيضا إن هو يطور من المنتج المحلي عشان خاطر نقدر نساعد على المنافسة اللي بتحصل دلوقتي في المنتجات العالمية، تقدر تصدر، ولما هنصدر هنقدر نقلل الفجوة اللي بتحصل ما بين الصادرات والواردات. كل دوت هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى فائض في فائض أولي يحدث في الموازنة العامة للدولة. ده هيخلي كمان إن أسعار سعر الصرف عندنا تبتدي تنخفض، وكمان لازم يكون في اتصال ما بين السياسات النقدية والسياسات المالية. قال الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد إنه تمت مناقشة أسباب ارتفاع معدلات التضخم، وتم طرح عدد من المقترحات من بينها جعل سياسات النقد بالمركزي أكثر مرونة. أضاف عيد أن الزيادة الإنتاجية هي الحل للخروج من أزمة التضخم، وكذلك زيادة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو العمل وزيادة الإنتاج، وده يأتي عن طريق بعض اتخاذ بعض الإجراءات، منها تحفيز الاستثمار وما يخص محافظات الاستثمار، من يعني تعديل قوانين الاستثمار لجذب مزيدا من رؤوس الأموال سواء الأجنبية أو المحلية في للاستثمار في الاستثمار المباشر أو غير المباشر أيضا، وده نتج عنه شفنا فيه بعض الانفراجة في رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية التي ضخت بالفعل بالاقتصاد المصري عن طريق شراء حصص بأغلب الشركات الرائدة في مجالاتها في الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام الماضي. شهدنا شفنا فيه بعض الصناديق السيادية الأجنبية دخلت أو بدأت في ضخ استثمارات وشراء حصص بشركات رائدة في مجالاتها، وده انعكس إيجابا على أداء هذه الشركات ماليا، وبالتالي أدى إلى توسعة أنشطة هذه الشركة وأدى إلى حدوث معدلات نمو مرتفعة. أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أحمد سمير زكريا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه بزيادة الإنتاج وإدخال تكنولوجيا جديدة كان محل نقاش خلال جلسة الحوار. وأشار زكريا إلى أنه تمت مناقشة تقليل الدين العام، وتم طرح عدد من المقترحات من خلال زيادة الإيرادات وتوسيع قطاع الصناعة من أجل تقليل آثار التضخم. النحو الاقتصادي في الحوار الوطني شمل ثلاث جلسات، جلسة تتعلق بالدين العام وعجز الموازنة، وجلسة أخرى تتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، والثالثة الصناعة. عندما نتحدث عن الدين العام في الدولة المصرية وزيادة الديون الخارجية للدولة المصرية، نجد أننا نتحدث عن كيفية تقليل هذه الزيادة في المديونية في المستقبل، ووضع خطة للدين في المستقبل، وهذا يأتي من خلال زيادة الإيرادات، وبالتالي هو كيف يزيد الإيرادات في الدولة المصرية في المرحلة المقبلة، وتزيد من خلال قطاع الصناعة بشكل كبير جدا. وهنا يأتي الربط بين هذه المحاور، أن تشجيع قطاع الصناعة واهتمام السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بقطاع الصناعة في هذه المرحلة يأتي لزيادة الإيرادات من هذا القطاع ودخول تكنولوجيا جديدة وزيادة عدد العاملين من الشباب المصري وتقليل نسب البطالة، كلها تتعلق بكيفية تشجيع هذا القطاع وجذب الصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية كصناعات السيارات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الحديثة، وبالتالي كل هذا يساعد على زيادة الإيرادات وبالتالي تقليل الاستدانة من الخارج، وأيضا يساعد على إتاحة السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مخفضة وتقليل آثار التضخم عليهم في المرحلة الحالية. قالت شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وممثلة كتلة الحوار، قالت إن العمل على زيادة النمو الاقتصادي سيحل أي أزمة اقتصادية. وأضافت الشواربي أنه تم الاتفاق خلال الجلسات الاقتصادية على آلية الحل، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتحقيق نجاح ونمو الاقتصاد. كل الأفكار متاحة، وكل الأفكار اللي بتتقال هنا هي تم تطبيقها بصورة أو أخرى في دولة أو مجموعة دول ثبت نجاحها، لازم تشوف ثبت نجاحها أو لا، والواحد بيتعلم من الدول التانية. إحنا عندنا أساسيات، الأول لابد من إن إحنا نستوفيها. قال سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن هناك موجة تضخم في العالم بسبب الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والتغيرات المناخية. أضاف نصار أنه لابد من حدوث توافق بين السياسات النقدية، فضلا عن طرح مقترحات لزيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة وعمل إحلال للواردات. لابد من توافق وحساسية بين السياسات النقدية، السياسات المالية مثلا، ضرائب، جمارك، وحدة الموازنة وشمولية الموازنة. إنما أهم سياسة في هذه السياسات التي يمكن أن تواجه بها التضخم هي السياسات الاقتصادية الإنتاجية. قالت النائبة ميرفت مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قالت إنه تمت مناقشة مسألة الدين الخارجي وطرح توصيات لمواجهته. وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنها تقدمت بمقترح لمبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في خفض الدين الخارجي. الجلسة النهاردة كانت يعني بتتكلم على التوصيات اللي ممكن تتقال من الخبراء والمتخصصين من أجل تحقيق بدائل للدين العام. كان النهاردة الجميل في الموضوع أن كان حاضر نائب وزير المالية، نعم، دكتور أحمد كوجك كان حاضر،
وكون ان الحكومة تبقى ممثلة كمان داخل الحوار الوطني تستمع الى اراء المتخصصين، الاراء المؤيدة والاراء المعارضة. الحقيقة انا شايفة ان ده انجاز تم من مجلس الامناء المتعلق بالحوار الوطني والامانة الفنية، كل الشكر والتقدير ليهم. النهاردة انا اتكلمت في هذه اللجنة عن عدة توصيات باعتباري ممثلة عن حزب حماة الوطن. اول توصية، وانا بعتبر انها توصية مهمة جدا، وهي مبادلة التوسع في برامج مبادلة الديون مع من أجل التنمية. حقيقة برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية برنامج مهم جدا، هو برنامج يعني معمول بين مصر وإيطاليا. أوضح، كنت عايز توضيح مصر وإيطاليا وألمانيا. ده عبارة عن إيه؟ إن مصر بيتم التنازل عن الديون بتاعتها لدى هذه الدول مقابل إنشاء مشروعات تنموية داخل جمهورية مصر العربية. فالحقيقة مبادلة هذه الديون، أنا ببادل عملة أجنبية بمشروعات تنموية بالعملة المحلية. فالحقيقة دي حاجة مهمة جدا، بحقق فيها مشروعات تنمية، بقلل فيها من عجز الموازنة، وبقلل فيها من الدين الخارجي. وننقل لحضراتكم حاليا جانبا من إحدى الجلسات المنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. بروفيسور سماء السهرتي وهو من الوورلد بانك، البنك الدولي واشنطن دي سي، ويتحدث معنا فيما يتعلق بالفرص المتاحة على المستوى الإقليمي والدولي، وسوف أدعو سيادته للحديث. Your Excellency. السيدات، السيادة، دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الأعزاء الحاضرين، إنه لشرف كبير أن أكون مع حضرتكم اليوم. وفي بداية حديثي هذا أحب أن أعبر عن التهنئة الكبيرة للدكتور خالد عبد الغفار لهذا التنظيم الرائع تحت رعاية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأن أهنئه أيضا بالاستراتيجيات في وإطلاق الاستراتيجيات، وأيضا جميع المبادرات التي حدثت فيما يتعلق بالمجالات الطبية. وما سوف نفعله الآن هو أن نقوم بالتشارك في النقاط الهامة في هذا التقرير أو الريبورت الذي أصدره الورلد بانك، البنك الدولي، فيما يتعلق بال التحول الديموغرافي، والذي حدث من خلال 5 مراحل. تلك المراحل هو طبعا يقررها نسبة الميلاد وأيضا نسبة الوفيات. في المرحلة الأولى لدينا نسبة مواليد مرتفعة جدا، و الوفيات تكون قليلة. فيما يتعلق بذلك نجد أنه هناك دول مثلا مثل بروندي ونيجيريا في أفريقيا. أما المرحلة التالية وهي مرحلة العائد الأولي، وهو أن ارتفاع نسبة المواليد ولكن نسبة الوفيات تنحدر سريعا جدا، وهو أمام حضرتكم على الشاشة هذا المثلث، الدول في هذا في هذه المرحلة مصر والهند وكينيا. أما المرحلة الثالثة فهي في مستوى المواليد، بينما الوفيات تنحدر ولكن بشكل بطيء، ومن هنا يكون النتيجة بعض التوازن فيما يتعلق بهذا المثلث. مثلا بعض الدول التي نجحت في هذا هي البرازيل، ثم تأتي المرحلة الرابعة. The
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أوكانو يوكيكو أكدت أن مصر لديها قدرات بشرية هائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، لافتة إلى التقدم الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تضاعفت. وأكدت المتحدثة أن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا وأن اليابان تسعى لتوطيد التعاون مع مصر والتي تعتبر لاعبا أساسيا في المبادرات التي تطلقها اليابان في المنطقة. وأعربت أوكانو عن رغبة بلادها في زيادة تعميق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل وقطاع الطاقة وكذلك التعليم. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال على عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة عبر التاريخ والتي زادت رسوخا خلال الأعوام الماضية، وبدأ ذلك في الزيارات المتبادلة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع عدد من المسؤولين الصينيين وعدد من القيادات الحزبية والسياسية الصينية بمقاطعة خينان ومدينة تشانشو الصينية. وأشار محافظ القاهرة إلى استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2024 وقمة المدن الأفريقية في عام 2025، موجها الدعوة للوفد الصيني للمشاركة في هذه المؤتمرات المهمة رفيعة المستوى. انطلقت فعالية الجلسة 13 من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان الصناعات الدوائية التحديات والفرص، وتهدف هذه الفعاليات إلى وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي الهام وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات. شارك في الفعاليات نخبة من المستثمرين وممثلو القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية بجانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين. شارك وزير البترول طارق الملا في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غاستيك 2023 بسنغافورة، والتي ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون. وأكد الملا خلال الجلسة أن هناك انتشارا وتسارعا في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال في ظل إجماع عالمي على أن الغاز هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل. كان وزير البترول قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية. أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ عن بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أكدت المبادرة أنه يتم تقييم الطلاب من خلال إجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات بالإضافة إلى اختبارات قياس معدل الذكاء، مشيرة إلى أن المقابلات الشخصية تتم من جانب لجنة مكونة من ممثلي مبادرة ابدأ ووزارة التربية والتعليم وشركة تأهيل، وذلك تأكيدا لحرص المبادرة على مراعاة الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين. ختم نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية اليابان التعاون الثنائي والقضايا المشتركة، ويؤكد حرصه على الاستفادة من تجربة طوكيو المميزة في مجال التعليم. أمام نظرائه العرب، شكري يرفض المساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس ويشيد بأداء الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة السودانية.
من كييف، بلينكين يؤكد دعم واشنطن لأوكرانيا في هجومها المضاد، والكرملين يؤكد أن الدعم الأمريكي لن يغير مسار العملية العسكرية. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة، إلى اللقاء.